خلينا ريكوردوني، خلينا ريكوردوني بتاعك. أما على شرط، على شرط تعطينا كل المعطيات. تعطينا كل المعطيات. والسواليد اللي عندي، كل شيء ما نعرفوش. لا لا عندي، عندي طريقة طريقة الزريعة وطريقة كذا والإنتاج حتى يستفيد الناس ربما يولي مجمعة محسسين. شكرا. إذا بارك الله فيك. أي شيء نبغى لحظات كملوا مع الدكتور رمزي حتى يحدثنا على هذا، نعرف اللي الناس كل تترقب في الفوائد الصحيه خاصه لهذا لهذه الفاتحه. تفضل سي رمزي. شكرا. بالنسبه للنبته الفريز، الفراوله بالعربيه الفريز ولا الفراغا باللاتا، ديما نحبوا نعرفوا اسم النبته اللاتيني لانه هذايا منه تشتق الجذور الكل في اللغات. الفراغا هي الفراوله، لعبت الصدفه دورا كبيرا في تكوين الفريز او الفراوله كما نعرفها اليوم. كانت نبته زينه لحدائق اللوذر منذ 1320، كانوا مهتمين بها الملوك كنبته زينه احراج، يعني كانت هي سوفاج، نبته معناتها تعيش في الغابات، لكن استجلبوها لحدائقهم في فرنسا يزينوا بها. وفي عام 1714 ارسل الضابط الفرنسي انطوان فريزيي، ومن اسمه اكتشفت كلمه فريز، الى سواحل امريكا الجنوبيه لدراسه التحصينات العسكريه في الشيلي والبيرو، وعاد حاملا بخمسه نباتات من انواع الفريز الشيلي في العهد ذاك، وقام بزراعتها في منطقته. وقت اللي زرعها كانت معناتها هي عباره على زهور فقط، يعني ثمرتها كانت ضعيفه الكل، لقحت بعض الشتلات اللي كانوا يجيبوا فيها من ولايه فيرجينيا الامريكيه، وكانت منها معناتها البذره الاولى للفريز اللي ولا معناتها بعد اندستريال، ومنه معناتها العباد تاكل فيه بكثره، وظهرت الفاريتي الكل اللي راهو فيهم اليوم هذوما كصدفه، يعني اكثر منها معناتها بحوثات علميه كما اليوم راهو فيهم. بالنسبة لثمرة الفراولة، متكونة من عديد المواد الجيدة للصحة، نجد أنها غنية خاصة بالماء، 91% تقريبا مياه، بروتينات 0.7%، سكريات 5.3%، غنية بالألياف زادة اللي فيبر أليمونتير تقريبا 2.2%، أيضا بالدهنيات نسبة ضعيفة 0.3%، غنية بالأملاح المعدنية أيضا، يلقاو فيها الصوديوم، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم، المنغنيز، الحديد أيضا فيه نسبة مرتفعة من الحديد توصل حتى 40 مرة قد اللي نلقاو في الزبيب، وهذا تو نحكيو عليه من بعد للي مرض فقر الدم والحوامل. أيضا فيه الزنك، ونلقاو فيه النحاس، السيلينيوم، فيه البيتا كاروتين، فيه الفيتامين أو، الفيتامين سي، الفيتامين بي بجميع أنواعها، بي 1، بي 2، بي 3، بي 5، بي 6، بي 9، إي بي 12. ايضا غني بالاسيد الحامض السيتريك، الاسيد سيتريك، الاسيد ماليك، والاسيد اسكوربيك. كما نعرف انه الفريز سريع العطب، سو كونسيرف مال، يعني بالتالي يجب ما تاكله في اقرب الاجال من شراء، تبى يشري ماذا بيه ما يبطيهش برشا، خاصة تخاف من التعفنات والبكتيريا اللي تنجم تركب عليهم الشامبيون. ايضا ماذا بيه اللي يشريهم يختار اكثر الكعبات اللي تلقاهم صحاح وشادين رواحهم يلمعوا وفاوحين، خاطر معناتها ثمرة حساسة جدا، ويبحث عن البيو، النبتة تكون أكثر بيو، اللي هو تو بريسك في تونس الصعيد تبقى نبتة بيو حتى في الخارج. أي في الخارج، يعني احنا نصيحة تعطى معناتها للجميع، اللي يلقى الفرصة ما يستغل، ياخذ شبعه من البيو حتى يلقى. بالنسبة لنبتة الفريز عندها منافع طبية جمة، بما انها تحتوي كما قلنا على الفيتامين سي، ونسبه الفيتامين سي مرتفعه فيه. هذا نعرف ان الفيتامين سي هو سيتان اونتي اوكسيدون بار اكسيلونس، يعني مضاد للاكسده، والخاصيه هذه تحافظ على صحه الخلايا والانسجه وسلامه القلب، وتساعد على التئام الجروح. ايضا الصبغه الحمراء اللي تلقاها مميزه للفريز اللايكوبين هذيا، اللي تلقاها ايضا في الطماطم، مهمه برشا للقلب حيث تحميه من الجلطات وانسداد الشرايين.
ايضا حامض الفوليك الموجود في الفريز عنده معناتها تاثير ايجابي جدا على الديفيزيون سيلولير انقسام الخلايا صحيا وطبيعيا، بالتالي يحمي الجسد حتى من بعض السرطانات. يعني الأسيد فوليك يحافظ على ايضا على نمو الطبيعي للجنين في حاله الحمل، تحتاج له بساطة القنساء تدخل وقت الحمل نتاعها يلقاو التحاليل ان عندها فقر دم، يقول يعطيها كطبيب نصيحه انه تاخذ الأسيد فوليك مع الحديد. اذا هو موجود في الفريز بكثره بالتالي من الاحسن ان تاخذه من الفريز خير من اللي تاخذه من الحديد، لانه الحديد اللي تلقاه في فورم دو كومبريمي نجم يعمل قبض ويعمل مشاكل للمراه الحامل. بالتالي من دمي انا عند الفريز تستعمل قد ما تنجم منه الفريز، يوفر لها النسبه الجيده من الحديد اللي قلنا مرتفعه جدا ولا سيد فوليك، واللي هو كما قلنا الحديد ايضا احد مكونات الهيموجلوبين اللي في الدم اللي تنقل الاكسجين، بالتالي يخلي الدم مشبع بالاكسجين ويحميه بالطبيعه من فقر الدم. تحتوي ايضا الفراوله كما ذكرنا على معادن متنوعه، الزنك اللي حكينا عليه جيد جدا. لهنا كي نحكي راهو ديما نحكي اكل الفريز طبيعيا كثمره كجو، ماذا بينا نقص السكر بالطبيعه كما حكينا فيه، وايضا نجم نحكيه على المعجون كونفيتور زاده تحافظ بنسبه كبيره على موادها رغم الطبخ والكل لكن تقعد، ونبعدوا ماذا بينا الكونفيتور كي نحكيه لهنا تكون دياري حاجه مصنوعه في الدار، خاطر كان معلب زايدين فيه دي كونسيرفاتور ينجموا يضروا الكلي ويضروا برشا حاجات في الدار. تالي قلنا الزنك هذايا عنده تاثير جيد جدا على صحه الجلد والشعر والمناعه والخصوبه، والمغنيسيوم المركز ايضا في الفراوله عنده تأثير جيد على الجهاز العصبي وعلى الإشارات العصبية في الجهاز العصبي. الفراولة معروفة أنها مقاومة لبعض أنواع السرطانات لغناها بمضادات الأكسدة اللي زي أوكسيدون، معناتها فيها برشا تركز بنسبة ديما جينيرال اللي في الغلال هذه اللي تلقاها ملونة كو سوا فيوليت وإلا تلقاها روج وإلا روز ولا حاجة، تلقى فيها غناء كبير برشا من مضادات الأكسدة اللي تحمي الجسد من السرطانات، هذا حسب أبحاث علمية. أيضا نشوفوا أنه أوراق الفراولة نبتة الفراولة عندها أوراقها، وقت اللي نغليو الأوراق هذيك ولا تمذخ في الفم عندها تأثير إيجابي جدا على التهابات اللثة اللي عنده معناتها الجونسيف ضايبة مقيحة كذا، ينجم يمذخ الورق هذاك، غنية برشا فيها ليتانا فيها معناتها ديزونتيبيوتيك ناتوريل حاجات أسيسبتيك ينجموا يعاونوا اللثة أنها تحمامه الأمراض والقروح اللي تنجم تصيبها. تفيد أيضا في علاج النقرس، ثم أنواع ما تعبيد يتكثر برشا من الحم معناتها الأحمر ينجم يطلع لهم مرض النقرس معناتها جي ال ام في البوت. هذه معناتها شرب العصير ولا أكل الفريز طبيعيا يعاون برشا في علاج النقرس والتخفيف من الآلام اللي تصاحبه. أيضا غناها بالفيتامينات نقص معناتها من مشاكل نتاع الماء اللي يتلم في الاعضاء معناتها سورتو في الساقين اللي يبدا يتلم منهم نفخ الساقين ويعملوا في الدهرونات السمير ينجم يفرهدهم شرب العصير. ايضا اكل العصير يحمي الجسم من تراكم الحصى في المراره والكلى، يعني باهي برشا للي عنده معناتها يا تلقاه بريديسبوزي انه يكون عنده الحجر في الكلاوي ولا في المراره عافانا عافاكم الله يحميه، والا هو تلقى ديجا عنده المرض هذاك يعاونوا باش يفتتهم ويخلي الكلاوي ترجع طبيعيا معناتها العمل نتاعها وتحمي نفسها، لانه اثار مدمره راهو الحصى هذيك اذا تقعد في الكلى وفي المراره تنجم حتى فشل كلوي معناتها ولا دن كلوه تطيح تموت. بالنسبة لعصير الفراولة أيضا ينشط الجسم لغناء كما حكينا بالفيتامينات والمعادن ويخلص البشرة من البثور، هذا كمشروب أيضا تنشوفه ككتابلازم لبخة تعمل على الوجه. عصير الفراولة أيضا يفيد في التهاب علاج التهاب الحلق، يعني بالطبيعة الالتهاب الخفيف اللي تلقاه ديما بداو يرجموا يحرقوا ينجم ياخذ الفريز خاطر فيه معناتها الحديد وفيه معناتها ليزونتي أوكسيدون ينجموا يعاونوا الدم انه يكافح التهاب الحلق. عصير الفراوله يفيد في التهاب المعده وقرحه المعده، معناتها بتنشيط فما ميكوس داير في المعده هذاك ينشطوا يخلي ينتج منهم جديد، بالتالي يحمي المعده من التهابات كذلك الامعاء. اللبخه كما نعرف احنا يستعملوه في مواد تجميل، الفريز يدخل في بعض خلطات في مواد تجميل، بالتالي نجم في الدار ياخذ 3-4 كعبات فريز يغفسهم يعجنهم سوفور بتولي كل كتاب لازم لفه ويحطها على الوجه كماسك
قناع يعني طبيعي ويخليه لين يشيح شويه ذاك الكل يزيل التجاعيد ويزيد في توهج ومعناتها اللي كيف تسموه حتى يبيض الجلده ويخليها معناتها نظره. بالنسبه ايضا للفراوله تستعمل في معناتها لغناها بالمغنيسيوم كما قلنا في الحمايه من تدهور القوى العقليه خاصه المسنين يعني تقدم في العمر تنجم بعض الامراض تصيب الجهاز العصبي كالزهايمر والا كيما الباركنسون وغيره. المواد لي زونتي اوكسيدون تنجم تحافظ على الخلايا وتمنعها من التدهور وانه العبد يفقد مداركه العقليه بالتقدم في العمر. وتساعد الفراولة أيضا على امتصاص السموم من الجسم يعني العبد اللي تبقى مثلا الكوليك ولا فيمر وإلا متعرض للتوكسين ولا السموم في طول عمره كي يستعمل هذي كيوري ضمة أباز معناتها الفريز ينجموا يطهروا له بدنه ويخرجوا السموم هذوما في معناتها خير من اللي معناتها يستعمل حاجات أخرى لأنه الفريز كما قلنا غني برشا بليزونتي أوكسيدون واللي تعاونوا في امتصاص السموم. ايضا تساعد الفراوله في تقليل القلق والتوتر لاحتوائها على الفيتامين سي الذي ايضا يعزز المناعه. وايضا الفراوله كما نعرف غناها باللي فيبر ينجم يمنع ويخفض مستوى الدهون الضاره في الجسم كالكوليسترول الضار يعني كما كل حصه معناتها قد نشوفوا اي هيثم طيح الكوليسترول الفريز خاطر الناصر ديما يسالني يقول لي نسكو يطيح الكوليسترول ولا ويتغشش كي يسمع بها طيح الكوليسترول خاطر هيثم عنصر اساسي عاد يطيح الكوليسترول. بالنسبه ايضا للفريز هو غني ايضا بماده الزنك وهي خاصه في البذور بتاعها التي تقوي الرغبة الجنسية وهو أكثر العناصر الأساسية تدخل في تركيبة الحيوانات المنوية. يساعد الفريز على الهضم وأيضا ينشط الكلى والجهاز الهضمي. غناه بالمواد المضادة للأكسدة يحمي العين خاصة من تكون المياه الزرقاء اللي فيها تنجم تؤدي إلى العمى بالوقت. بالتالي إنه أكل الفريز يحمي العينين ويزيد معناتها من صحتهم ويحمي معناتها العمى المصاحب للشيخوخة يحمي من العمى الذي يصاحب لاسيسيتي معناتها سورتو في البيريود فييسمون. أيضا أكل الفريز يساعد على الحماية من التهابات التي يمكن أن تصيب المفاصل يعني فما عباد ما تتقدم في العمر ماذا بيه يستعمل الفريز باش يحمي مفاصله من الالتهابات اللي يمكن أن تصيب مفاصله. كما قلنا الفيبر هذوما الموجودين الألياف ينجموا يعاونوا على الحماية من النوع الثاني من مرض السكري خاصة أنهم يقوموا بتخفيض معناتها مستوى امتصاص السكريات في الامعاء. بالتالي الفيبر مهمين برشا للعباد اللي نجم يكونوا معرضين للاصابه بالسكري النوع الثاني وامراض معناتها جينيتيك نجم يعرف روحه معناتها في العائله اذا كثر المرض هذا يستعمل الفريز يعاون. قاعده ملاحظه النوع الثاني يعني الخليه اللي ما تاخذش السكر اللي هو السمين يبدا فهمت العبد السمين اللي الخليه ما عادش تقبل الانسولين معناتها يولي يستعمل الفريز ينفعه كحماية تيب. بالنسبة فما ملاحظة هي فما عبيد عندهم تحسس ألرجي من الفريز يرد باله يعني العبد مش مثلا يلقى فريز قدامه يأكل فيه يأكل وإلا للصغار ماذا بي يجرب إذا خطر ينجم الفريز يعمل شوك للبدن جلدة تحمار العينين يحمار ويولي يدمعوا بدن الكل يأكل فيه يولي يرد معناتها هذا الكل يدخل في الحساسية. بالتالي معناتها العبد يعرف روحه عنده حساسية من الفريز يبعد عليه خاطر يولي مخاطر ومضر على البدن أكثر من منافعه. هذه ملاحظة بالنسبة للفريز وكما نعرف معناتها الفريز ماذا بيه يؤكل باعتدال لأنه التكثير منه أيضا ينجم يعمل جريان جوف وينجم معناتها يخلي العبد ما لازم مش مرتاح. هذا هو بالنسبة للمنافع. شكرا. أنا قبل ما نخدم فقط ذكر دكتور رمزي أن عندما اكتشف النبتة هي كانت في الحدائق. أنا شفت في يوم في زيارتني في فرنسا احنا كنا نقول في بالنسبة لنا احنا في التاريخ الحدائق المعلقة في بابل الحدائق المعلقة لكن أنا شفت الفريز سوسبوندو الفريز المعلق في فرنسا ياخذ التونور كبير هذاك كنا نعملوه قبل في الزيت تونور
كبير ويثقبوه ثقب عديدة ومتعددة معبودة ويزرعوا فيه المشلة متاع الفراز فك الثقوب هذوك. وقت اللي يصير تشوف معناها المنظر أن كيفاش الفراز معلق كله داير بيه كله فراز معلق يسموه الفراز سبوندي ومنظرهم منظر أنا شفت منظر معناها جميل جدا بحيث ينجم الإنسان إذا كان ما ينتش الفراز على مستوى المساحات الكبرى يستطيع أن ينجو في الحديقة بتاعه في شكل جميل بشكل جميل. شكرا لكم. كلمة أخيرة بالله تناولوا راهو الناتوريل أحسن حاجة ولا قصان لا حد شيء وننصحكم تشري فريز قبل ما تاكلوا بون يبدا صحيح خاطرش كان يبدا طيب برشا صحيح تحطوا في الماء تخليه درجين ربع ساعة في الماء ومن بعد تشلوا مليح تحطوا ناتوريل وتاكلوا هكاكا للتنظيف تاعو لأنه هو ما تعرفه هو ما يتبشرش القشرة نتاعو مباشرة معناتها متعرضة للأدوية ولا للغبار للبسيار وكل يلفو ميو معناتها يتنفخ شوية وبعد يتشل اللي يتخسر ويتحط ناتوريلمون سي زياد الفاليتي هذي وين مسوقة هذه وين موجود تاعو وين تتباع والله كارفور موجودين كارفور بون في كارفور كارفور في تونس بون مش بيبليسيتي اما تلقاها في بركات لي بركات بون ما عنديش اتيكيت يعني ما تبلاش اتيكيت جات ما حبيتش نحط اتيكيت انا في البركات في دي بركات في كارفور اكبر لي بركات اللي في كارفور اكبر من هكاكا تيكي خضراء ومصور عليها خضراء وبيضه مصور عليها فريزه مكتوبه صبرينا في وسط الفريزه ولا لا مارك ريد ديامون فما فاريتي موجوده في فرنسا اي بيان سي لا ما كونجلي ما تعرف وقت اللي فور دي كونجلي سي بور كونجلي بور معلوم اي اي شنو بور كان يوتيليزاسيون بعد ما تقدمش لا اون فوا لي كونجلي وقت اللي فور دي كونجلي يمطر ويفسد يولي يطرى شويه بالنسبة للفريز ينجم من بعد يقعد أحسن في السيرجيلاسيون سكون أبيل السيرجيلاسيون أي كيو إف السيرجيلاسيون أي كيو إف هذيا تبرد الكعبة فريز يعني في دقيقة أون أون مينوت توصل موان 18 أو كور دو لا فريز هذيك تقعد معناتها حتى فولا ديكونجيلي ما نقولكش كيما تراها كي لا أما تقعد أحسن الكونجيلاسيون نورمال في الفريجيدير تاعك تحط فريز كونجيلي حبت له 4-5 سوايع باش يوصل التمبيراتور موان 18 لورسكو فو لو ديكونجيلي يهبط الماء فوالا يهبط شوية الماء أما هو زاد حاجة أخرى بالنسبة للكونسيرفاسيون بور لو جو معناتها أنا جو كونسي لو كونجيلي أونتي نظف تنحى البيتونكول هذايا تغسل تنحى هذايا تقص وتكنجلو تعب مثلا دي بتي ساشي دو 500 غرام ولا دو 1 كيلو في الكونجيلاتور نهار اللي حاجتك تعمل جو تمدو وترحيه ما ترحيوهش قبل فو لو كونجيلي إلي بريفيرابل دو نوبا كونجيلي أحسن أون كاليتي كي فو لو كونجيلي أونتي شكرا بارك الله فيكم جلستنا تنتهي و ان شاء الله حسن الفائده والله موضوع الفريز العربي احنا مش نمشيو نقدموا قضيه لوزاره التجاره لانه هذاك غش سمعني في عقاب الموسم تجيك عب صغار اي ما اختش تحمر برشا ومتاب وقعدوا في الجدر تاعهم صغار يتباع يبيعهم الفلاح سوق مرخيص برشا لانهم السوق يقولوا لا هما صغير ياخذوهم من النصابه براوتيه ويحطوهم ويحطوا لهم سوم غالي ويقول لك فريز عربي ما عندناش فريز عربي في تونس ما غير ننساو البيو نعم العربي هو البيو يعني بيو بون سي فري كو على فان لا سيزون بلا سامحني على كلمه بالنسبه للبيو راهو احنا يا با كولتور بيو في الفريز في تونس حتى في العالم راهو سي تري راه لانه سي كولتور ديليكات
أما رأوا في آخر الموسم رأوا الفلاحة بتفعامة ما عادش تستعمل الأدوية. وقت اللي في آخر الموسم ما عادش تستعمل الأدوية. دونك في آخر الموسم أقل البستيسيد وأقل حبة. إحنا تو ثم برشة فلاحة ولا تو في العالم سكون أو في سكون أبين معناتها لا لوت انتجري ولا لا بروتكسيون ريزوني. لا بروتكسيون ريزوني معناتها تعمل كان مواد معناتها اللي تحترم مواصفات زمن الديلي وما تعمل الدواء كان وقت اللي لازم مش سيستيماتيك ما عرفتش كان قبل مواد تعمل دي فاشون سيستيماتيك. دونك لا لوت ريزوني هو نعم ندخلو كان او مومون اوبورتان هذاك اقل اقل معناتها مواد معناتها مرسمه فيه ولا مظهره فيه اقل رواسب. يعطيك الصحه سيدي. الحس بتاعنا الموضوع اليوم انتهت وكانت مفيده ومفيده جدا. نتوجه بالشكر ضيوف دخلوا تفضل طبقنا الفراز طبقنا الفراز الضيوف بالله المنافع اللي حكيت عليهم جميل موجودين في كل الانواع مثلا الكاريكات ديال موجوده في فرنسا تلقى الناس معناتها الامام صاحب البركه لو فيكم انتم.